هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا بعض المساجد في بريطانيا يأتون برجل على منهج السنة يدرس الناس التوحيد أو يلقي عليهم محاضرة عن التوحيد، ثم في اليوم التالي يأتون بصوفي أو أشعري يدرس الناس الصوفية أو الأشعرية. السؤال: هل يجوز لهذا الداعية السني أن يدرس في مثل هذه المساجد؟ لا، إذا كانوا يخلطون بينه وبين البدعي والمنحرف لا يجوز له ذلك، لأنهم يتخذونه غطاء، يتخذونه غطاء ويقولون حنا ندرس التوحيد ونحن نسمح للمحاضرات التوحيد. ما يصلح هذا، هذا خلط بين الحق والباطل. يشترط عليهم يقول: أنا أدرسكم أو أنا أحاضر عندكم، لكن بشرط ألا تأتوا بمن هو يخالف ما أدعوكم إليه وأقول لكم. نعم.